Ayo, kita ngaji dulu. Jangan skip ya. Surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim. وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم.